أهلاً أعزائي المشاهدين، مرة تانية إحنا على جبل التطويبات خلف كنيسة التطويبات. من كلمة طوبة، يا لسعادة يا لهناء الشخص. قال يسوع في هذه العظة: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبه. واو. فإذا هذه الوصية اللي بيتكلم فيها يسوع المسيح في شريعة العهد الجديد وفي دستور ومبادئ الملكوت الجديد في عظته على الجبل. لا تزني، هذه الوصية في شريعة موسى من ضمن الوصايا العشر، مثل لا تقتل. القتل والزنا كتير مرات ارتبطوا في بعض فجلبت الويلات والمآسي على البشرية. طبعا خطورتها بتتعلق في مصير الإنسان. هذه الخطايا في العهد القديم لما كان بيرتكبها الإنسان لا تقدم ذبيحة، لأنه خطية الزنا والقتل كان العقاب الموت. طبعا المسيح لم يلغي الشريعة، شريعة موسى، ولم يتجاوزها. مثل ما ذكرنا عدة مرات إنه جاء المسيح ليوضح ويفسر وليعطي بعدا روحيا وعمقا جديدا، بيتكلم عن الدافع، عن النية من جوا. وضح كتير أمور في هذه الوصايا، مش بس وضحها، علا عليها وحسن البناء، رفعها إلى مستوى أعلى وإلى مستوى أرقى. قال: أما أنا فأقول لكم. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. فيسوع المسيح هو مالك الشريعة، هو الآمر الناهي في هذا الموضوع، هو صاحب السيادة والسلطان المطلق الكامل على الناس. في شريعة العهد الجديد يسمو في الإنسان ليحلق في السماويات، ولكن ينغرس أيضا في عمق يتأسس على أساس متين، وهذا الأساس المتين لابد أن يظهر في الثمر وترجمة الحياة عندما فعلا يمارس تعليم يسوع المسيح. أخذنا إلى مستوى روحي وأدبي عالي جدا، وهذا طبعا بيتمشى مع قدسية الله، بيتمشى مع تعليم يسوع المسيح. فالمسيح لن ولا يتنازل عن أنه بطالب الإنسان بالكمال الكامل. أخذنا مع قدسية إرساليته ورسالته أيضاً.